ولتسليط الضوء أكثر على الملف الفلسطيني واستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي. حياكم الله أستاذ بشار. تحياتي لك، حياك الله. أهلا بك أستاذ بشار. يعني حبذا لو توصف لنا الواقع الفلسطيني السياسي يعني الآن بالنسبة لحكومة الاحتلال بعد مضي أكثر من 150 يوم على بدء هذا العدوان على قطاع غزة. مرة أخرى تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء، وتحياتنا لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ولصبره وصموده، ونقول إن شاء الله يكون هذا الشهر شهر فتح وبركة وخير، وشهر نصر وفرج قريب إن شاء الله تعالى. لا شك أنه مؤلم جدا أن يأتي شهر رمضان على الأمة، وأحد مكونات هذه الأمة شعب كامل 2.25 مليون إنسان يعانون من الحصار منذ أكثر من 17 عام، ثم يتم شن حرب ظالمة مجرمة عليهم بكل وسائل القتل وبكل أساليب التشويه، والعالم يتفرج يخضع للإرادة الصهيونية ويخضع للرأي الأمريكي ولا يتحرك ولا يحرك ساكنا. فشل ذريع للمنظومة الدولية، عجز كامل للمنظومة العربية والإسلامية، وحتى شكل من أشكال الجزع للشعوب باستثناءات هنا وهناك، ونسأل الله الفرج القريب، لأن الصورة بشموليتها أن هذا الكيان تعرض لضربة مزلزلة في 7 أكتوبر وهو يحاول أن يستمر بعدوانه وبقتله لعله يستعيد هيبته. الصورة التي سألت حضرتك عنها فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني اليوم من جانبيه السياسي والإنساني، نقول أن الكيان الصهيوني مستمر ويريد ابتزاز الشعب الفلسطيني وابتزاز المقاومة بكل الطرق، ابتزازهما تحت النار، قصف ومجازر وحصار باستمرار، وبنفس الوقت تجويع. الابتزاز الذي يقوم به هذا الكيان أنه يحارب شعبنا بالتجويع، يحاربه بإفقاد الأمل بالعلاج والدواء من خلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية. اليوم الطواقم الطبية تعاني من الجوع وتعاني من عدم قدرتها على أداء دورها بسبب النحول الشديد في الأجساد وغياب القدرة على التركيز بسبب غياب المواد الغذائية الرئيسية والحد الأدنى الكافي. إذن الكيان الصهيوني يمارس حربا متعددة الجوانب، هذه الحرب جزء منها بالمجازر والقصف، وجزء منها بالتجويع، وجزء منها بالحرمان من العلاج ومن الأدوية ومن المستشفيات. أساليب ضغط مختلفة يهدف من ورائها جزئيا أو أكثر من جزئيا إلى عملية تهجير، دفع الناس ومراكمة الرغبة في التهجير لدى الناس بسبب الكارثة الإنسانية التي تحيق بهم، انتظارا للحظة يتأمل العدو الصهيوني أن يتم تهجير طوعي لشعبنا الفلسطيني بسبب ما يعانيه، بسبب الحالة التي يشاهد فيها الأب أطفاله والأم تشاهد صغارها والأخ يشاهد إخوانه إلى غير ذلك من الحالة الكارثية التي لا تحتمل. فهو يرغب ويطمع في إحداث عملية تهجير حقيقية. 2، هو يرغب في الحصول على صورة نصر. أي صورة نصر؟ اليوم زعيم العصابة الصهيونية نتنياهو يتحدث عن انتصار بالتخلص من رقم 4، ويطمئن بين قوسين أو يوهم المجتمع الصهيوني بأنه سيصل إلى رقم 3 ولا رقم 2 ولا رقم 1. ورقم 4 الذي يقصده بالمناسبة تم استهدافه في بيروت منذ أكثر من 3 أشهر. يعني هو يحاول أن، لأنه لم يجد شيء خلال هذه 3 أشهر الماضية، ومع الضغوط التي بدأت وازدادت اليوم بسبب الحالة الإنسانية وبسبب إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وبسبب استهداف مباشر للأطفال وللنساء وللأبرياء وللمدنيين ولمراكز الإيواء والمستشفيات، مما أدى إلى تزايد الضغوط على الكيان الصهيوني وحتى على
الإدارة الأمريكية بكل الطرق، فهذا أدى أن يبحث عن صورة انتصار، فعاد الحديث عما قبل 4 شهور طيب أو 3 شهور. أستاذ بشار، كيف أثر دخول شهر رمضان المبارك على سياسة الاحتلال آنفة الذكر؟ يعني القراءة الموضوعية لما يتم على الأرض وفي الميدان وفي المواقف السياسية، هذه الحكومة وصلت فيها الوقاحة ويعني الوحشية أن لا تأخذ أي اعتبار لأي طرف في الكرة الأرضية على الإطلاق. اليوم نتنياهو لا يرى المجتمع الدولي ولا يرى حتى أمريكا ولا يرى أحدا، وواضح أن هناك نية مبيتة وقرار مسبق باستمرار الضغط على الشعب الفلسطيني والضغط على الحاضنة الطبيعية في قطاع غزة، وأيضا في الضغط في المسجد الأقصى. واضح أنهم اختاروا أن يكون هناك بيئة تفجير للمنطقة. نتنياهو وبنغفير وسموتريتش يراهنون على أنه لا ردود على جرائمهم وعلى وحشيتهم من أي طرف، ولا ضغوط كافية ضد استمرار هذه الوحشية، فهم يبالغون ويزيدون من وحشيتهم ومن استهدافهم لكل شيء في فلسطين، سواء كان هذا الكلام في القدس والأقصى أو في قطاع غزة. ولذلك اليوم رأينا يعني انتهاكات جديدة بحق المسجد الأقصى من خلال حوالي 200 مستوطن تم اقتحام المسجد الأقصى في أول يوم من أيام رمضان، ولا يوجد نية لوقف الاقتحامات. يكذب نتنياهو بالحديث، هو ووزيره وزير الإجرام جالانت، بالحديث عن احترام حرية العبادات إلى آخره، لكن هو يؤكد ويريد أن يثبت أن المسجد الأقصى تحت مسؤوليته، وهذا بالحد الأدنى يعني غير متفق أبدا مع القانون الدولي، مناقض تماما لأحكام القانون الدولي التي تمنع قوة الاحتلال من التحكم بدور العبادة والأعيان المحمية مثل المساجد، وخاصة عندما يكون لها صورة رمزية كما المسجد الأقصى. طيب لكن الحكومة تريد أن تتجاوز كل هذه الاعتبارات وتفرض سيادتها على المسجد الأقصى وتتحكم، ثم تدعي أنها تسمح بحرية العبادة. هم يرسمون وصف التفجير ليس للواقع في الضفة الغربية والقدس فقط، وإنما في المنطقة كلها، وربما يمتد التفجير أكثر إلى أن يصل ويصيب يعني العالم بأجمعه. يعني اليوم الأول برأيك من شهر رمضان، أول ليلة من قيام الليل في أو ثاني ليلة من قيام هذا الشهر المبارك في المسجد الأقصى، كيف رأيتها؟ هل الأمور تتجه للتهدئة أم أن سلطات الاحتلال في القدس، أتحدثون في القدس المحتلة، لا تعبأ يعني مسؤولياتها؟ يعني احنا شاهدنا بالامس انه سلطه الاحتلال يعني منعت الشبان من الدخول الى المسجد الاقصى، وتجمعت اعداد غفيره من المصلين باتجاه باب القطامين، ولم يسمح لها بالدخول الى المسجد الاقصى. هذا بالامس. اليوم يعني متوقع ان يكون شيء شبيه، لا أدري الحقيقة إن حصل شيء في هذه الوقت، لأنه الآن نحن في وقت صلاة التراويح وكنت أنا أيضا في صلاة العشاء، وبالتالي المتوقع أنه الخداع الصهيوني يحاول أن يمتص الأجواء في شهر رمضان، لكن دون أن يسمح لأعداد كبيرة من الدخول إلى المسجد الأقصى، فهو سيراهن على عملية تلاعب في الواقع المقدسي قدر الإمكان ليحول دون تجمع الشباب الفلسطيني في داخل الأقصى من جهة، وأيضا لتجنب حالة انفجار. هو يحاول أن يلعب على هذه الخطوط وأن يقفز بين تلك الخطوط لعله يمر شهر رمضان دون أن تحدث هناك مفاجآت لا يريدها جيش الاحتلال. لكن يعني من خبرتنا في أهلنا في المسجد الأقصى وفي القدس وأهلنا في داخل فلسطين بشكل عام، فإنه لا يمكن لجماهير الشعب الفلسطيني أن تسمح بعزل المسجد الأقصى وبحرمان الجموع من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والاعتكاف والرباط أيضا. نعم، يعني قبل قليل الخارجية الأمريكية صرحت بأن أمريكا ستنتظر حتى ينتهي تحقيق
الأمم المتحدة بشأن الأونروا قبل اتخاذ قرار استئناف تمويلها. برأي يعني ما رأيك حول هذا التصريح بداية، وأيضا هل استئناف تمويل الأونروا قد يخفف العبء الإنساني قليلا أو المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة؟ يعني الولايات المتحدة لا تفوت فرصة إلا وتثبت أنها شريكة في الجرائم كلها التي تقع على الشعب الفلسطيني، وواحدة من هذه الجرائم محاولة منع أي طريقة من طرق يعني الحماية الإنسانية أو الإغاثة الإنسانية التي تمثلها مؤسسات مثل الأونروا. ولذلك هي يعني وضعت موقفا وأوقفت التمويل بشكل ابتدائي قبل أن يكون هناك تحقيق وقبل أن تصل الأمور إلى حقيقتها بين قوسين، يعني أن يصل هناك إلى نتائج. الولايات المتحدة مستمرة في غيها، مستمرة في عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى أمتنا كلها، شريكة تماما في كل مجزرة وفي كل إجرام يتم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في أي مكان. وبالتالي هذا جزء من مؤامرة التفاهم بين الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية، رغم الخلافات الواضحة بين نتنياهو الذي يتمرد على ولي نعمته ويعض اليد الأمريكية الممتدة دائما له، لأنه يرى نفسه ويعني بنكفير وسموتريتش الذين يؤمنون بوهم وكذبة شعب الله المختار، يرون أنفسهم أكبر من أن يسائلهم بايدن وأكبر من أن تسائلهم منظمة دولية أو محكمة دولية على الإطلاق. هم تجاوزوا كل هذه المعايير وبالغوا في عنصريتهم ووحشيتهم وانكشفت تماما. لذلك الكيان الصهيوني اليوم مع استمرار جرائمه هو يفقد، وبشكل متسارع يفقد، كل مقومات وجوده كجزء من المجتمع الدولي، وخسر ويخسر، يعني خسر الكثير وسيخسر ما دامت مستمرة هذه الجرائم وهذه المجازر وهذه الوحشية. وأيضا الولايات المتحدة مع وقوفها ومشاركتها في جرائم الاحتلال وعدم قيامها بالضغط الضروري اللازم لوقف إطلاق النار ولتمكين الحالة الإنسانية من إنقاذ الوضع في قطاع غزة والذهاب أو الهروب إلى استعراضات مثل إنزال المساعدات أو العمل على ميناء عائم إلى غير ذلك، كل هاي تؤكد شراكة الولايات المتحدة في الجريمة. شكرا جزيلا لك عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.